معانا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم دايت لايت. النهارده هنتكلم عن المعده. المعده المكان الرئيسي لهضم الاكل في الانسان. طيب المسيحيين عامه بيعانوا او 90% او 95% من المسيحيين بيعانوا من الام المعده. طبعا نتيجه ان في مشكله كبيره في المعده بتحصل مع المسيحيين هي كتر اكل الزيوت. الزيوت الكتير متعبه للمعده ومرهقه للمعده. طبعا بنستغنى فتره كبيره من السنه اللي هي الصيامات بتاعتنا اللي بتعدي 250 يوم في السنه، بنستغنى عن الاكل الحيواني. الاكل الحيواني في بعض الاحيان بيبقى مفيد للمعده. كتر الاكل النباتي وكتر اكل الورقيات كتر اكل الزيوت بيتعب المعده. طبعا في جراثيم بتصيب المعده، في بكتيريا بتصيب للمعده، يبقى المعده دي مشاكلها كتير. نتكلم اول حاجه عن مشاكل المعده. اول مشاكل المعدة، جراثيم المعدة والبكتيريا اللي بتبقى فيها مشكلة وبتسبب مشاكل في المعدة وفي جدار المعدة وزيادة الحموضة وزيادة عصارة في المعدة، دي احنا ملناش علاقة بيها، دي علاقة بيها دكتور امراض البطنة. نروح لدكتور متخصص بيعمل تحاليل دم وبيدينا علاج لجرثومة المعدة او بكتيريا المعدة. يبقى اول حاجة مفيش حاجة اسمها ان في اكل ممكن يضيع جرثومة المعدة او يضيع البكتيريا في المعده، لازم علاج ولازم عن طريق دكتور مختص وطبيب مختص اللي هو طبيب البطنه عن طريق التحاليل. ما نروحش معدتي فيها مشكله نجري نجيب دواء حموضه. الصيدلي قال لي تاخدي ده تبقي زي الفل، ده فيه مضاد حيوي حلو جدا لمشكله المعده. ارجوكم الادويه تحت اشراف طبيب مختص. حتى ادويه الحموضه لا احنا بنروح نجيب علبة فوار لو الطبيب المختص ما نصحش بنوعية الفوار دي او نوعية الاقراص اللي بناخدها على الريق عشان المعدة، ارجوكم ما تاخدوش حاجة من نفسكم. ادوية طبيب مختص، لا صيدلي لا متخصص تغذية او اخصائي تغذية، لا قرايبنا لا اخواتنا لا اصحابنا، ما فيش الكلام ده. ادوية طبيب مختص. في شق تاني في تعب المعدة احنا بقى بنسببه بنفسنا عن طريق سوء التغذية او امراض سوء التغذية او طريقة سوء التغذية. سوء التغذية مش قلة اكل بس، سوء التغذية ساعات تبقى كتر اكل. طيب ايه بقى سوء التغذية اللي بيعملنا مشكلة في المعدة؟ اول حاجة المقليات. كتر اكل المقليات بيهتك جدار المعدة، بيتعب المعدة. الزيت اللي بيتقلي كتير، بنروح نجيب فلافل او طعمية مقلي الزيت فيها اتقلى فيه 600 مره طول النهار مشغلين النار عليه وعمال يغلي، لازم يبوظ لنا معدتنا. لازم السمك المقلي من بره، لازم ارجوكم المقليات تكون في البيت والزيت يتقلي بيه مره او اتنين بس. طيب ايه تاني غير المقليات؟ الشاي والقهوه والنسكافيه على الريق، عاده سيئه جدا. انا واحد من الناس اتضريت منها في يوم من الايام. النسكافيه على الريق، الشاي على الريق، القهوه على الريق، ارجوكم دي عاده بتدمر المعدة. الأكل الحار، في معظمنا بيحب الأكل الحرش أو الحامي أو الحار. مش هنقول نمنعه بس نخفه نقلله، لأن كتر الأكل الحار متعب للمعدة جدا جدا جدا، خصوصا ونحط تحتيها مليون خط الفلفل الأسود أو الفلفل الأسمر. أرجوكم ده متعب جدا للمعدة. المشروبات الغازية، يا سلام، ناكل بقى ونشرب لنا كنز البيبسي او كنز الكولا او نشرب شويه كولا دايت كده او مش عارفين نهضم، كارثه. لا قبل ولا بعد ولا اي حاجه، ابعدوا عن المشروبات الغازيه، ارجوكم ابعدوا عن المشروبات الغازيه. كتر المشروبات الكحوليه برضو مضر بالمعده، لان الكحوليات للاسف اللي بيشرب كحوليات بيشربها على معده فاضيه، بياكل معاها حاجات زي المقرمشات مكسرات او فطبعا بتهتك جدار المعده. الاكل مسبك، احنا طبعا مصريين ما نتوصاش، لازم نسبك الطماطم صح. ويا سلام بقى لو ناكل بقى ايه الاكل المسبك التمام التقيل اللي يكبس على المعده بكميه زيوت ودهون محترمه. في الفطار سمنه، في الصيام زيت، وناكل، ارجوكم ده متعب جدا للمعده. المسبكات نقللها على قد ما نقدر. طبعا الاكل المليان دهون كتير زي اللحوم، اللحوم الملبسه، اللحوم الدهنيه، اللحوم اللي فيها دهنه كتير بلاش، متعبه للمعده.
بعض الدهون صحية زي السمنة البلدي، قلنا زيت الزيتون، دول مهمين جدا للمعدة. ده طبعا السمنة البلدي بكميات قليلة، زيت الزيتون مهم جدا، تمام؟ بلاش بقى السمنة النباتي أو زيت النخيل أو البديل النباتي اللي موجود في كتير من الجبن، يقول لك نبات الدهن، جبنة نبات الدهن، مش عارف موتزاريلا نبات الدهن، مش عارف لانشون نبات الدهن، مش عارف. كلمة نبات الدهن دي عن زيت نخيل مضر للمعدة. وطبعا في حلقة جاية عن أمراض القلب هنقول كارثة نبات الدهن دي بتعمل إيه في الشرايين، متعبة للمعدة. يبقى ممكن السمنة البلدي الطبيعي كميات قليلة، زيت الزيتون ممتاز. طيب انت بتقول لنا ما ناكلش وما نشربش، لا ناكل ونشرب. في حاجه واحده بس، يعني التدخين. انا حذرت كتير من التدخين، تقريبا كل حلقه بحذر من التدخين. التدخين 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 ضار جدا بالصحه وبالمعده. طيب عمال تقول لنا ما ناكلش وما نشربش، لا ناكل. عايزين تاكلوا مسبكات، كلوا مسبكات بس ما تكونش كتير. سمنه نباتي مش هقول لكم عليها كلوها، يعني نبات الدهن ده مش هقول لكم عليه كلوه، لو قطعوا رقبتي انا مش هقول نبات الدهن ده يتاكل. نبات الدهن ده خطر 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 خطر، ووسط مهم جدا لانتشار مرض السرطان. من الاخر كلمه نبات الدهن عشان بس تكونوا عارفين، انا مش هقول لكم قللوا منه ومش هقول لكم ما تاكلوهوش ما تاكلوهوش. طيب ناكل ايه؟ ناكل لو لحمه بلاش اللي فيها دهنه كتير، يعني تكون حمراء مشويه، تكون جميله طبعا طبعا، مشويات حلوه جدا، مسلوق رائع. عايزين تاكلوا طواجن، كلوا طواجن بس ما تكتروش قوي، تمام؟ خضروات، طبق السلطه مهم، يعني طبق السلطه والالياف اللي فيه مهمه. يا سلام بقى لو شيل رشه زيت زيتون وشويه خل تفاح. المكسرات مهمه جدا، الفول السوداني والكاجو والفستق واللوز، الحاجات دي طبعا عارف ان هي غاليه بس مهمه. زيت جوز الهند حلو جدا للمعده. الالياف ناكل مثلا موز، الموز اليافه كتير. ناكل تفاح، الحاجات اللي فيها الياف. نشرب ينسون، نشرب نعناع، حلوين جدا للمعده. الشاي او القهوه او النسكافيه ما يفضلوا مش على معده فاضيه، ممكن بعد الاكل بشويه ساعه مثلا، بس مش على معده فاضيه. طيب انا معدتي جت لي حموضه كتير وبتعب من الحموضه، اعمل ايه؟ اول حاجه هنستشير طبيب الباطنه، ده اول حاجه، عشان لو عندنا جرثومه او عندنا بكتيريا في المعده لازم تتعالج، وهو يعمل لنا التحاليل ويدينا الدواء المناسب. قبل ما نلجا للفورات بتاعه الحموضه، في بعض الاشياء ممكن ناخدها. اول حاجه ناكل خيار، خيار حلو جدا ان هو بيهدي من حموضه المعده. المكسرات، اللوز بالذات، لو كنا شوية لوز، قعدنا خمس وحدات لوز قعدنا نمضغهم كتير وبلعناهم بيهدوا من الحموضة. الموز حلو جدا للحموضة، موز ممتاز للحموضة. المشروبات الدافية زي اليانسون أو النعناع حلوة جدا للحموضة. ما يبقاش عندنا حموضة ونشرب شاي، أو ما يبقاش عندنا حموضة ونشرب نسكافيه، عشان عندنا حموضة ونشرب قهوة. في بعض الأبحاث بتقول إن القهوة بالعكس حلوة إن هي بتقلل الحموضة، أبحاث بس أنا مش أكيد إن أنا أقول لكم اشربوا قهوة علشان نوقف الحموضه. يبقى نقدر بمنتهى البساطه نريح معدتنا باكل صحي، المسلوق، الخضروات، المشروبات السخنه، نقلل من الشاي والقهوه والنسكافيه ونبعدهم خالص عن موضوع، نبعد كلمه عريق دي خالص، لازم ناكل حاجه بسيطه، نبعد عن نبات الدهن ده نهائي، نقلل مشروبات غازيه، نقلل تناول الكحوليات، نمتنع عن التدخين جدا طبعا. واهم من كل دوت ان احنا نراعي في اكلنا التوازن، ما ناكلش ونعمل تخمه، يعني ما ناكلش ونملى معدتنا قوي 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 نحس ان احنا عندنا تخمه، ده بيتعب جدار المعده، بيشدها بيتعبها. لازم لما ناكل ناكل وجباتنا ما تكونش، ما نشبعش، كلمه شبع دي كارثه، ما نشبعش. ناكل بس لحد ما نحس ان احنا عندنا نشبع نقف، مش لازم نشبع علشان ما نتعبش معدتنا، عشان كل ما كانت معدتنا مرتاحة يومنا هيبقى جميل ولطيف ولذيذ، وهنقدر نعيش حلوين قوي، وهنقدر نعيش مبسوطين قوي، ونعيش بصحة وعافية.